ينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذا لاحظنا هذه القوة التي تمتع بها مؤشر الدولار وارتفاع إلى مستويات 108 بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، فعلا ما الذي يدفع الدولار نحو المزيد من الارتفاع واكتساب هذه القوة؟ يعني أعتقد قوة الدولار الأمريكي مستمدة من الطلب العام عليه كملاذ آمن في الوقت الراهن بعد موسم من جني الأرباح وعمليات يعني موسم من توزيعات الأرباح وعمليات جني أرباح تحدث فعليا في أسواق الأسهم. وجهت المستثمرين نحو الدولار الأمريكي ونحو السندات الأمريكية ك أصول أقل مخاطرة وذات عائد أعلى، وترتفع عوائد السندات الأمريكية بالمقابلة للسندات الأخرى، وهذا يزيد من الطلب عليها. إجمالا نحن عم نشوف أن الدولار الأمريكي يلعب دورا كما دور الملاذ الآمن في الأسواق حاليا، وتتجه الاستثمارات إليه. إضافة إلى نقطة مهمة وهي التوقعات الكبيرة بأن يكون هناك استمرار في تشديد السياسة النقدية واستمرار وجود القلق من حالة الركود العالمي، وخصوصا مع قراءة الناتج المحلي الإجمالي الجديد التي يمكن أن تظهر أيضا عندنا انكماش في الاقتصاد. أيضا يعني هذا يعزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة، ونحن عم نفاوض ما بين رفع 75 نقطة أساس و50 نقطة أساس. نعم. وكان هذا لا يعني أنه هو تشديد قوي في السياسة النقدية سواء كان ب 50 أو 75. نعم، إذن هذا الارتفاع في الدولار يعني حتى مقابل اليورو الذي كسر نقطة التعادل ارتفاعا للدولار، هل يعني تستمر حالة التضرر لليورو في ظل هذه الظروف وأيضا ارتفاع الغاز الأوروبي والعديد من المعطيات التي تضغط على أداء اليورو؟ يعني اليورو مضطرين البنك المركزي الأوروبي أن يبقى على سياسة تحفيزية وتيسيرية كبيرة، وذلك لدعم الاقتصاد المتأثر بشكل كبير جدا بارتفاع الطاقة، وأيضا بغياب يعني أو عدم توجه الغاز والنفط الروسي، بالتالي ذلك سوف يضر بشكل كبير عندنا في رفع مستويات التكاليف على القارة الأوروبية، وهنا ضغط ذلك على اليورو بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي في ظل ارتفاع وقوة في الدولار الأمريكي. إذا قررنا السندات، فالسندات الألمانية عند 161 نقطة، 171 نقطة السندات الأمريكية أعلى الأمريكية من الألمانية، بالتالي توجه الاستثمارات عم بيكون عندي بشكل مباشر من منطقة اليورو، اليورو المنخفض إلى الدولار الأمريكي المرتفع والسندات ذات العائد المرتفع، بالتالي ذلك يضغط أيضا بشكل إضافي على قيمة اليورو. اليورو كمستويات تكافؤ هي مستويات دعم مهمة جدا، أعتقد سيكون من الصعب جدا البقاء منخفضة بشكل كبير جدا. نعم. دون مستويات الباريتي ممكن يوصل ل 950، ولكن أعتقد هذه هي يعني أبعد المستويات، 9.950 50 نقطة دون مستويات الباريتي. نعم، يعني هل نترقب يعني قرارات من المركز الأوروبي فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟ هذا من جانب، وأيضا يعني فيما يتعلق أيضا بأسعار الفائدة وجدنا بأن المركز التركي خفض أو طلب من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية، وأثرت بشكل كبير على الليرة التركية. هذا يعني الفوارق بين أسعار الفائدة بين البنوك المركزية كيف يؤثر على أسعار العملات؟ يعني نحن عم نشوف كل البنوك المركزية تسعى إلى أن لا يكون هناك فروقات شاسعة ما بين السياسة النقدية في الاقتصادات العظمى والسياسة النقدية في الاقتصادات الأخرى أو الناشئة، بالتالي يعني بقاء سياسة كليرة تركية أمام دولار أمريكي فنشهد أنه عندي أنا سياسة نقدية تشددية فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، بينما الاقتصاد التركي يسعى إلى تخفيض أسعار الفائدة وقام بتخفيض أسعار الفائدة سابقا، بالتالي هو مضطر بشكل كبير جدا أنه يبقي على سياسة تشددية ورفع لأسعار الفائدة في الفترة القادمة وإلغاء العمليات التسهيلية بشكل كبير حتى لا يكون هناك نزيف من للأموال من الأسواق الناشئة للأسواق المتقدمة، وبالتالي يعني ضياع النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه. بالتالي النقطة مهمة جدا هنا أنه ما يكون في عندي هوة وفجوة. نعم. كبيرة في السياسات النقدية بين البنوك المركزية، وبالتالي لذلك يسعى البنك المركزي التركي أن يخفف من العمليات التسهيل النقدي. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.